عبد العال، بنقول لك هارد لك النهارده، صاحب خلق رفيع وقياده فنيه مميزه، بنقول لك هارد لك النهارده، لكن الفتره الجايه بنتمنى كل التوفيق ان شاء الله يا كابتن. اشكرك وتحيه للكابتن فاروق وقناه النادي الاهلي وكابتن عبد الرحمن طبعا، وكابتن ربيع ياسين الاول وكابتن عبد الرحمن. بقول مبروك للنادي الاهلي. مباراه انا بعتبرها جيده تكتيكيا من جانب فريق الداخليه، لغايه قبل ما الهدف الاول يخش فينا قفلنا كويس قوي على مفتاح لعب النادي الاهلي. قبل ما يجي الهدف الاول احنا رايحين بكره انفراد كامل، كان ممكن احمد مصطفى يحرز منها هدف وكانت هتصعب كتير جدا من ماموريه النادي الاهلي. تترد عليك بكورنر يخش الهدف، الهدف الثاني برضه من كره ثابته. انا بقول لعبنا بشكل دفاعي منظم، اشتغلنا على الهجمات المرتده بشكل جيد. الشوط الاول اكتر من كره كنا ممكن نحرز منها هدف. النادي الاهلي فك الشفره بتاعتنا من خلال الكره الثابته، ودي بترجع لقدرات اللاعبين طبعا، واولهم وليد سليمان في الهدف الثاني. كان طبيعي جدا ان انت تبدا تفتح خطوطك بعد الهدف الثاني وتلعب بشكل هجومي اكتر، تم احراز الهدف الثالث. انا بقول النتيجه لا تعبر عن سير المباراه، انما في النهايه بنلعب فريق كبير النادي الاهلي مع مدرب طبعا محترم كابتن حسام بدري، من افضل المدربين في الدوري المصري، وفي نفس الوقت عنده لعيبه اصحاب قدرات عاليه. بشكر لاعبتي على ادائهم النهارده في حدود الامكانيات وقدراتهم. الكابتن علاء، خارج المستطيل الاخضر يبقى ليه تاثير من وجهه نظر وخبرتك الكبيره على اللاعبين وعلى التعليمات ولا كده، ولا شايف الامر ده ازاي يا كابتن علاء؟ لا طبعا يفرق كتير جدا. يعني انا برضو من خلال قناه الاهلي بعاتب الحاج عامر حسين ولجنه المسابقات ان يديني ايقاف ماتشين، وفي مدربين اتكلموا المباريات اللي فاتت الاسبوع اللي فات وما شفتش حصل لاي حد فيهم. شايف طبعا ان خارج الخطوط لا، المدير الفني بيبقى بعيد جدا ان هو يقدر يوصل تعليماته بسرعه واحساسه داخل الملعب، عكس ما بيبقى في وسيط بينك وبين اللعيبه، لا بيفرق كتير جدا. فاتمنى انها ما تحصلش تاني باذن الله. شكرا. كل الشكر والتقدير للكابتن علاء عبد العال مدير الفني لفريق نادي الداخليه. بنقول هارد لك، يمكن واحد من المديرين الفنيين المميزين والمحترمين، لكن النهارده النادي الاهلي بنبارك له وبنهنيه، وان شاء الله زي ما بيقولون المعتقل الافريقي ومباراه مولانا الجابوني هي الهدف الاسمى والاقوى بالنسبه للنادي الاهلي. مستمرين معاكم ولقاءات خاصه هنا من استاد بيترو سبورت.